هناك بعض التحركات اللي بدأت تحدث بشكل سياسي، اجتماع للأستاذ عمرو موسى ومعاه اللواء العصار وبعض قيادات الداخلية والكاتبة الكبيرة المستشارة لرئيس الجمهورية الكاتبة سكينة فؤاد وعدد من الطلاب لمحاولة الخروج بحل من المشهد المحتقن في الجامعات المصرية، وتم الاتفاق على نقاط معينة. أنا بس قبل ما ندخل في النقاط، هل أنتم توافقون على المبدأ مسألة الجلوس للتفاوض والبحث عن حل سياسي للخروج من المشهد المحتقن في الجامعات المصرية؟ هو مبدأ الجلوس مع اللواء العصار أو المتحدثين باسم المجلس العسكري هو مرفوض بداية، وده لا يعبر عن الحراك الطلابي في الجامعات نهائيا. هما يعني انتوا عايزين اللواء العصار احد اللي موجودين، والحقيقه ما فيش مجلس عسكري دلوقتي، احنا عندنا حكومه مدنيه وعندنا رئيس مؤقت، يعني هو يمثل القوات المسلحه ولا يمثل ما يسمى، ما فيش مجلس عسكري دلوقتي. لكن خليني اسالك، القعده دي كان فيها عدد من الرموز الوطنيه والسياسيه، السيد عمرو موسى، الكاتبه الكبيره المستشاره السياسيه الاستاذ سكينة فؤاد، عدد من قيادات الداخليه، وكان فيهم لواءين من المختصين في شؤون حقوق الانسان عشان يبقى في حل لتخفيف في الاحتقان ما بين الطلاب وما بين قوات الامن. عايزين تقعدوا مع مين غير دول؟ هو احنا مش عايزين نقعد، احنا بنقدم مطالبنا ومطالبنا واضحه ومعروفه، وبنطالب ان هي تتحقق. يعني واضح جدا، واضحه جدا مطالبنا، ومش مستنيين ان احنا طيب عبد الله نقعد مع اللواء العصار او مع عمرو موسى. طيب عبد الله، الدكتور جابر جدنصار كان معايا على التليفون منذ دقائق وقال لي ان تم التوصل الى الحلول اللي انتوا عايزينها، خروج الامن من خارج الحرم الجامعي، ابعاده للمناطق البعيده عن حرم الجامعة، الإفراج عن زمايلكم المعتقلين ولو حتى على ذمة التحقيقات عشان يقدروا يشوفوا دراستهم وامتحاناتهم، تشكيل لجنة تقصي حقائق في التحقيق في كل الوقائع اللي حدثت ومنها مقتل الطالب رحمه الله محمد رضا، وأيضا المواجهات اللي حدثت بينكم وما بين الأمن. ما الحلول موجودة ودي جزء من مطالبكم، لماذا لا يتم الاستجابة لها؟ هو حاليا احنا من اول ما بدات السنه واحنا بناخد في وعود، فاحنا في انتظار التنفيذ، في حاله ان التنفيذ يحصل فاحنا هنتوقف عن ان احنا بنعمله، بس لحد دلوقتي ما فيش اي استجابه للمطالب بشكل واضح، كلها وعود ولم تتحقق منها اي شيء حتى الان.